حديث أبي واقد الليثي، فيقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. هذا ذكر، والتكبير له شأن في الدين، لكن لماذا هذه الجملة؟ هي جملة اعتراضية، لماذا أتى بهذه الجملة مع أنها في ظاهر الأمر أنها زيادة على الكلام؟ أتى بها للتعجب، فهي جملة تعجب، وتعجب منها من قول هؤلاء كيف أقدموا على طلب هذا الأمر. وقد تذكر هذه الكلمة الله أكبر لذكر الله عز وجل ولتعظيمه، وقد يحمل عليها قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري لما أتى إلى أهل خيبر قال: الله أكبر، خربت يهود.